Day 40 of the 1000 days to memorize the Holy Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. This is Paul and Tia Pili, Haji Ahmad Israfil, your Quran student. If you want to memorize the Holy Quran, you enroll at Rahikal Quran that institute. And if you want to support us by buying our products at themulag.com. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع عن نزيد ثم يطمع أن نزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبخي ولا تذر لواهة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يذل الله من يشاء ويهدي من يشاء
وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينات إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نفوز مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يكافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء أهل التقوى وأهل المغفرة. That is Surah Al-Muddathir. If you want to memorize the Holy Quran, you enroll at Rahik Al-Quran, that institute. And if you want to support us by buying our products at damulag.com. This is Pauline Teapili, Haji Ahmad Israfil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.